والتوقيت الممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة، متواصلين مع حضراتكم مع أشواطنا في هذا الصباح، شوطنا الثالث للإبكار، الإجذاع مع شعارات أصحاب السمو الشيوخ يحفظهم الله ويرعاهم من كل سوء ومكرون. ننطلق مع هذه الشعارات مع هذه المؤسسات الكبيرة الحاضرة في عاصمة الميادين ميدان الوثبة ضمن هذا الختامي ختامي الختاميات. ننطلق مع البداية لأتابع شعار هجن الرئاسة الحاضرة هنا مفنودة بشعار هجن الرئاسة صالح بن سعيد بالعرج، من يقدم لنا مفنودة وحضورها الأول على البداية، بينما المركز الثاني الحاضرة هنا مزون بشعار هجن الرئاسة وصالح بن سعيد بالعرج، من يقدم لنا مزون مع المركز الثاني. المركز الثالث الحضور في هذه اللحظات من الشاذلية لهجن الشحانية، يقدمها جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري مع المركز الثالث. المركز الرابع احضرت في هذه اللحظات ووصلت المسك، المسك بشعار هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يقدم لنا المسك مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس الحضور في هذه اللحظات من الدرعية القادمة بشعار هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بو سعيد، يقدم لنا حضور وانطلاقة الدرعية مع المركز الخامس المركز السادس، الحضور من راجحة القادمة بشعار هجن الشحانية، يقدمها في هذه اللحظات محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يتقدم في عملية التضمير والمتابعة مع حضور هذا الشعار والأدعم، بينما أتابع القادمة والحاضرة الشاهينية بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي، من يتابع انطلاقة الشاهينية وحضورها في هذه اللحظات، بينما أتابع القادمة أفراح بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع الحميري في عملية التدريب والتضمير، بينما أتابع القدوم والحضور في هذه اللحظات، انطلقت وحضرت في هذه اللحظات الصايلة بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الخبير عوض بن مبارك بن سعيد الأميري، من يقود الصايلة ويحضر مع الصايلة وشعارها مع هذه الأسماء الحاضرة. لكن نعود والعود أحمد إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى التحدي الأول، هناك من تنطلق وتحضر مفنودة مفنودة، ما زالت مع البداية ما زالت تنطلق في هذه اللحظات بشعار هجن الرئاسة، يقدمها في هذه اللحظات صالح بن سعيد بالعرج، يتقدم ويقدم لنا مفنودة مع أول المراكز مع أول التحديات، هنا انطلاقة مفنودة وهنا حضورها الكبير، بينما القادمة في هذه اللحظات مزون بشعار هجن الرئاسة سالم بن سعيد،
بن عمان المهيري من يقدم لنا مزون وحضور مزون بينما أتابع شعار هجن الشحانية مع راجحه القادم هنا محمد بن خالد العطية من يقدم لنا راجحه بهذا الحضور بهذا التواجد المركز الرابع الحضور والوصول من الدرعية بشعار هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهري يتقدم بوسعيد مع المركز الرابع بينما المركز الخامس الحضور مع المسك بشعار هجن الرئاسة يقدمها المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهري يقدم لنا المسك يقدم لنا الدرعية بهذا الحضور أيضا وصلت واحضرت في هذه اللحظات الشاذلية بشعار هجن الشحانية البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري ولكن نعود إلى البداية نعود إلى الصدارة إلى الحمر الخطر اللي غير مع المركز الأول والثاني الكيلو متر الأخير يا إخوان البداية والانطلاقة مع الحمر مع الخطر لتتقدم في هذه اللحظات وتحضر مزون مع البداية بشعار هجن الرئاسة سالم بن سعيد بن عمان المهيري القادمة والحاضرة احضرت المسك بشعار هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثالث الحضور من راجحة هجن الشحانية محمد بن خالد العطية يقدم لنا شعار هجن الشحانية ولكن المجازف محمد بن عتيق بن زيتون خاطف الرموز في مساء اليوم الأمس يقدم لنا اليوم المسك بشعار هجن الرئاسة الله على المسك الله على حضور المسك والله على شعارها الكبير يا سلام محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بوسعيد أسعد الله صباحك على هذه العروض الكبيرة مع شعار هجن الشحانية وأيضا مع المسك البطلة لهذا الشوط المركز الثاني راجحة بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية المركز الثاني مزون الثالث مزون بشعار هجن الرئاسة سالم بن سعيد بن عمان المهيري والمركز الرابع أحضرت الدرعية بشعار هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري والمركز الخامس كانت مفنودة بشعار هجن الرئاسة صالح بن سعيد بالعرج من قدم لنا مفنودة مع المركز الخامس إذا تهانينا لهجن الرئاسة على هذا الفوز وتهانينا أيضا للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على انتزاع المسك ناموسي هذا الشوط التوقيت الزمني ولحظة وصول المسك واختطافها ناموسي هذا الشوط بكل جدارة واستحقاق مع هذا الشعار شعار هجن الرئاسة الكبير هنا في هذا الصباح توقيتها ولحظة وصولها 8 دقائق 54 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس بينما المركز الثاني كانت راجحة بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية توقيتها ولحظات وصولها 8 دقائق 59 ثانية وجزئين من الثانية توقيتها ولحظات وصول راجحة بينما المركز الثالث كانت اللي هي مزون لشعار هجن الشحانية سالم بن سعيد بن عمان شعار هجن الرئاسة بالفعل بقيادة بن عمان توقيتها ولحظات وصولها 9 دقائق و7 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام ورحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب.